لا بإذن الله. اوكي، رفع. السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا بكم معانا. بتستضيفها جامعه الدلتا الفعاليات ريهرسال لفعاليات المؤتمر الاول اونلاين الويبنار الاول الدلتا بتفرح معاكم كلنا في المحتوى العلمي والفعاليات دي، ناس من جوه مصر وناس من بره مصر، برعايه طيبه من جامعه الدلتا مجلس العملاء وطبعا الدكتور رئيس الجامعه وعميد كليه طب الاسنان وتشجيع من الدكتوره رئيس المؤتمر على هزاع. معاكم النهارده الدكتور ايهاب السايح، هنتناقش في موضوع اتعشم ان هو يكون مفيد، بيلم مجموعه حاجات ارجو ان يكون الاستفاده منها كويسه تقدر توصل لكم. هبدا اتكلم على الامبلانت امبريشن واحاول امشي فيها بخطوات بسيطه من الالف للياه، من البيجنر لغايه الناس اللي تعتبر بروفيشنال شويه يهمها ان يكون الشغل بتاعها بافيت. نبدا على بركه الله. اول حاجه هنتكلم على مصطلحين مهمين، كلوزد تري اوبن تري. المصطلحات دي هتقابلها كتير لما تيجي تتعامل مع الامبلانت امبريشن، لكن يجب ان انت تبص لموضوع الامبلانت كعلم على انه مش بس هدفه ان انت تدرل انت بوت امبلانت، يو شود بلان يور ريستوريشن. ويجب ان انت في مرحله الانتقال من البلاننج للدريلنج للفاينل ريستوريشن تعرف الخطوات اللي بينهم ايه، اللي في الغالب بتتضمن نقل المعلومه في صوره امبريشن من الحاله الكاست، وبالتالي التكنيكال ورك اللي يتم في اللاب يكون بكفاءه ودقه. اوبن تري كلوز تري، طب تعالى كده نتناولهم بشويش. انا عارف ان في بعض الناس من اللي مشاركين معانا النهارده هيبقوا في مع الموضوع، ولكن زي ما قلت احنا بنبدا من I don't know anything لغايه I think I know well، يعني انا عارف كويس احسن من مش عارف خالص. في الاول هنتكلم على الكلوز تري. ايه هو الكونسبت بتاع الكلوز تري؟ ان انا استخدم تري عاديه، ستوك تري عاديه جدا جدا مفيش فيها اي موديفيكيشن، وباخد امبريشن للامبلانت. ازاي؟ الحقيقه ان كل امبلانت موجود خلاص انا زرعته وقدرت ان انا يكون متعلق عليه الهيلينج ابارتمنت بتاعته، عايز اخد له امبريشن او هركب عليه كوبنج معين اسمه كلوزد تري. ده بيتميز بان هو looks like a crown like an abutment، ولكن بيكون له surface flat او يكون له حاجه تسمح له بانه يتثبت كويس في الامبريشن ماتيريال بتاعتي. الهدف من الكلوزد تري ان انا لما اخد الامبريشن ستوك تري عاديه جدا واقدر ان انا اشد الامبريشن من مكانه اشيله يطلع ويسيب لي الكوبنج في مكانه. يجب ان الكوبنج ده يكون فيه علامه تقدر تدخله في الامبريشن تاني، وفي نفس الوقت ما تكونش حاجه مبالغ فيها بحيث وان الامبريشن من مكانه يعمل لي ستريس جامد على الامبلانت اللي انا نفسي ما اعملش عليه ستريس عشان ما اديش لاي فيلر. وبناء عليه الكوبنج دي لها اشكال مختلفه وكتيره، منها في الغالب اللي بتكون شورت كوبنج علشان تستحمل انها تخش في التري وذاوت ان باخد الامبريشن بتاعي عادي جدا، بحطها في مكان الابارتمنت وبربطها هي نفسها بتعملها سكروينج وباخد الامبريشن لما اشيله من مكانه. زي ما احنا شايفين كده على الديمو الابارتمنت كوبنج او الامبريشن كوبنج محطوطه في حاله، هناخد امبريشن بستوك تري عاديه جدا، وبعدين وانا بشيله خلي بالك ان وانت بتشيله شيله مره واحده
من غير ما تعمل ديستورشن للماتيريال. بعد كده بنعمل انكروينج للابارتمنت كوبينجز ثم نرجعها في مكانها في الامبريشن تاني. عشان كده من شويه كنا قلنا ان فيها كي او في فلات سيرفيس فيها, بحيث لما تيجي ترجعها ترجعها في نفس المكان تاني. بعد كده تحط عليها انالوج للامبلانت, يعني شبيه للامبلانت, علشان هو ده اللي هيمثل الامبلانت جوه الكاب بتاعك او جوه الفاينل موديل بتاعك. بعد كده بتصب المقاس عادي جدا, ويستحسن عشان تخلي الحاجه بتاعتك وشغلك سليم تستخدم ريزن معين مكان الجينجفا, هي اللي بتصبه في الاول وبياخد اول لير, ثم بتكمل بتون عشان نوصل للكاست او الموديل اللي في الجزء اليمين ده. مفترض ان الموديل ده وعليه الريزن اللي بيمثل الجينجفا هو اللي هيمثل لك المكان اللي هتبدا تعمل عليه شغل المعمل بالنسبه للتركيبه والاكستنشن بتاعها. دي نمرة واحد. لكن كمان عايزك تنتبه لنقطة مهمة, مش كل الانالوجز اللي بناخد بيها closed impression بتكون plastic زي اللي انا قلت لك عليها من شوية. في انواع تانية في بعض السيستمز بتاعت الامبلانت بيوفر لك حاجة اسمها او snap on impression, بيسموه abutment level impression. closed tray برضو تستخدم بيه ستوك تري عادية مفتوحة, وبتحط الابطمنت العادية وفوقها السناب اون امبريشن. الصورة دي توضح اكتر, احنا شايفين كده البريسفيل او السناب اون اللي هو لونه اصفر ده بيدخل على الابطمنت دي, وزي ما انت شايف كده في الصورة اللي تحتها بالازرق ليها نوع من انواع الاتاتشمنت ده اللي فيها الامبريشن ماتيريال هيمسكنا. لما تاخد الامبريشن وتيجي تشيل الامبريشن من مكانه, بيفضل الجزء البلاستيك ده او البريس فيت ده او السناب اون امبريشن كوبينج ده هيتشال معاك في الامبريشن. هتقوم جايب انالوج للابارتمنت ثم انالوج او شبيه للامبلانت, وبعدين تحطه في مكانه وتصبه بالطريقه العاديه. يبقى اذا اتكلمنا دلوقتي في الكلوز تري او كلوز تري كونسبت, في حاجتين, يا اما تستخدم impression cobbing هو already شغال كمبيوتر, او تشتغل بالبريس فيت, مش موجود في كل السيستمز لكن بعض السيستمز بتوفر. انت كده خلصت الجزئيه بتاعه الكلوزد تري. ايه ميزه الموضوع ده؟ انه ابسط, اسهل, اسرع في الشغل بتاعه, وعيوبه ان هو اقل في الاكيورسي. هو ممكن ما يكون ممكن ايه اسباب الانكيرس بتاعته؟ نمره واحد, انت شلت الكوبينج لانك سبتها بوق العيان وطلعت الامبريشن, ثم رجعتها تاني ري اسامبل في الرابر بيز او البولي فينايل سايكلوزام بتاعك. رجعتها في الرابر بيز اتشالت ورجعت, يعني ده معناه ان في ماينور تشينج حصل. الماينور تشينج قد يتم السماح به مرور الكرام, لكن في احيان ثانيه لا يمر مرور الكرام, خصوصا لو انت عندك more than one apartment and they are connected, يعني بتاخد لي 2 او 3 implants or more وموصولين في بعض. اي inaccuracy في واحده بيخلي الباقيين التركيبه بتاعتك الفاينل ريستوريشن مش هتنزل في مكانها. مرجح ان احنا نستخدمه اكتر لما يكون في single crowns كل واحده على الامبلانت بتاعها اوافقك ومسموح فيه, ولكن الاكيورسي بتاعته اكسبتابل ولكن within limits. زي ما احنا شايفين نفس الصوره فوق على الشمال, الهيلينج ابارتمنت موجوده, شلناها وبعدين حطينا الابارتمنت بتاعتنا وفوقها البريس فيت اللي لونه فايلوت ده, ثم بعد كده بناخد الامبريشن نشيله نثبت فيه الامبلانت انالوج, وبعدين نعمل انجكشن لجينجفا ريزن فورمينج جينجفا, ثم بعد كده نصب الكاست بي الستون, اند فولا ذيس از اند ريزلت. تقدر ساعتها تقدر تشكل الجينجفال فور بتاعك من غير ما تعمل اي تداخل لا تسبب مشاكل للسوفت تيشو ولا الهارد تيشو.
من الباب الاوبن تري. ايه الاوبن تري ده؟ يعني اجيب تري ويكون فيها جزء اوبن. تعال نشوف ازاي. بمنتهى البساطه زي ما الصوره اللي فوق كده. الاوبن تري هي عباره عن تري موجود فيها فتحه في المكان اللي فيه الامبلانت. والمكان اللي فيه الامبلانت هنحط عليه امبريشن كوبينجز بس بشكل مختلف. الامبريشن كوبينج زي ما انت شايف كده فيها ميكانيكال مينز اوف ريتينشن. شايف البروز اللي طالع في الجوانب بتاعه الانالوج ده؟ البروز المفروض ان هو يتغرز جوه الرابر بيز وانت بتاخد الامبريشن عمره ما يطلع منه بسهوله ابدا. طيب ده بتثبت على الايمبلانت. ايه اللي بيربطهم في بعض؟ السكرو اللي فوق ده. لانه طويل والسكرو بتاعه هيبقى بارز جامد فلازم يكون في فتحه تكون بتسهل لي عمليه الفك. طب تعالوا نشوف. له اكتر طبعا من شكل زي ما احنا شايفين كده، اكتر من لون لاكتر من سيستم، لكن هم كلهم من جزء واحد زي الكلوز تري، لكن ده بيتكون من جزئين عشان ده الاوبن تري. جزء منه بيركز على الامبلانت وجزء عباره عن سكرو بيربطه. زي ما انت شايف كده في الامبريشن بيبقى فيه جزء فتحه صغيره كده، الفتحه دي اللي بنفك منها المسمار اللي بيربط الابارتمنت. دي فكره الاوبن تري ببساطه. الصور اللي عندك دي قدامك بتوضح لك نفس الفتحه كونتينيوس حته واحده، او عملت فتحه كورسبوندنج لكل امبلانت في كل الاحوال الفكره هي واحده. زي ما احنا شايفين كده تحت خالص الصوره عباره عن تري وفيها ويندو علشان يخرج منها الابارتمنت. الامبريشن كوبينج وهو بارز من المكان ده لازم يسمح لي بان انا افكه واربطه. طيب خلي بالك امتى اعمل مالتيبل اوبننجز وامتى اعمل سنجل اوبننج؟ المساله كلها عباره عن كونفينينس فورم. يعني ايه كونفينينس فورم؟ احنا فاميليار بالترم ده بتهيألي في بقيه البرانشات بتاعتنا، هو السهوله. قبل ما تاخد امبريشن ارجو اعمل ترايل للانسرشن والريموفر بتاع التري. الموضوع لازم يكون بسيط وسهل في عدم وجود امبريشن ماتيريال، لانك هتتوقع انه مش هيبقى سهل حتى وجود الامبريشن ماتيريال. وده معناه ان الدخول والخروج بتاع التري في مكانها والامبريشن انالوج موجوده لازم يكون سهل جدا، لدرجه لما احط امبريشن ماتيريال اقدر اعرف ان انا ليا باث اوف انسرشن وباث اوف ريموفر. الكتله اللي قدامك دي لا تتوقع ان العيان عباره عن ايه؟ العيان ده عباره عن واحد بيفتح بقه له ماوس اوبننج شكل معين ليميتد معينه. يجب ان انت تعمل حسابك وتعمل ترايل مع البيشنت مره واثنين وتتاكد زي ما قلنا من دخولها وخروجها بسلاسه علشان تقدر ان انت تشتغل. كده ظهر تمام. عشان اللي بقول لحضرتك كده ظهر تمام. كده ظهر في بعض ده كان عنده مشاكل في ظهور السكرين. تمام 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 ظهرت تمام. انا عندي تمام تمام اوكي. احنا بنشوف الاوبن تري اوبشن ده كونتينوس اوبننج ودول مالتيبل اوبننج زي ما قلنا. وانت بتعمل انسرشن او ريموفال للتري يجب ان انت تتاكد انها بتخش وبتخرج بسلاسه عشان لما تحمل فيها لسه الامبريشن ماتيريال بتاعتك توقع ان ممكن يحصل مشكله. بناء على الكلام ده هنتكلم في الاوبن تري على السنجل امبلانت والمالتيبل امبلانتس. هو ممكن يكون في فرق اوبن تري ما بين السنجل امبلانت والمالتيبل امبلانتس. لو انا هستخدم سنجل امبلانت ببساطه بتجيب تري سواء كان سوك تري او سبيشال تري وتفتحها فتحه
مقابله للامبلانت بتاعك. بعض الشركات بتدي زي حوز صغير كده زي خرطوم صغير بتركبه في الابطمنت الامبريشن كوبنج ده علشان يبقى واصل لغايه بره، فتعرف المكان اللي هتخش فيه وتفتح السكرو بتاعك فتفك الامبريشن كوبنج. لو انت ملاحظ هتلاقيه التري الاكريليك اللي مفتوحه دي احنا قفلنا حواليها بواكس قبل ما ناخد الامبريشن. وجود فتحه في وانت بتاخد امبريشن برابر بيز، وخصوصا لو انت بتاخد بفيز مره واحده، هتعمل انجكشن حوالين الاماكن الكريتيكال، ثم هتاخد اوفر اول، الرابر بيز بيبقى سوفت، وبالتالي ممكن يحصل له فيلنج تري. كده احنا بنحط واكس عشان نعمل ليميتيشن للاسكيب بتاع الرابر بيز، وبالتالي ما يعملش مشكل ويسجل المكان الكريتيكال بطريقه جيده وفعاله. زي ما كده الخرطوم اللي زي الشاليمون صغيره البلاستيك دي هي مسار جوه الرابر بيز لغايه المسمار. والكلام ده بتعمله في الغالب كان البعد ما بين الرابر بيز لغايه السكرو كان كبير، وبناء على الكلام ده لازم يبقى في حاجه تحدد لك المسار بدل ما تقعد تخرم فيه بطريقه مش لطيفه وبياخد وقت، وده كله انترا اورال مع العيان. لو احنا شايفين الصوره اللي فوق على الشمال دي الكوبنج الامبريشن كوبنج اللي هو لونج كوبنج ده ومتثبت في مكانه، وبعدين دي تري ناخد امبريشن بيها. شايف الصوره اللي على الشمال تحت هتلاقي ان المسمار ده بيتفك، اول ما يتفك تقدر تشيل الامبريشن بسهوله، هيطلع معاك التري والرابر بيز وفيها الامبريشن كوبنج بثلاثة، وبالتالي تقدر تصب وتكمل الاستريشن بتاعك عاديه جدا. طيب لو عندك مالتيبل امبلانت وبتعملهم في اوبن تري، انا عايزك هنا في نقطه غايه في الاهميه. لما بتاخد امبريشن لمالتيبل امبلانت لازم يكون في حاجه في دماغك متاكد انك انت غطيتها، لازم يكون في قلق معين على نقطه انت متاكد ان انت استكمل، اللي هي ايه؟ انك لازم يكون الامبريشن ده بريسايز جدا، لان اكتر من امبلانت ده معدن موجود جوه بون. لازم الريستوريشن يكون السوبر ستراكشر بتاعها هينزل بثلاثه علشان نعمل زيرو ستريس او كومبليتلي باسيف ريستوريشن. احفظ الترم ده، الترم ده لازم تتفاميليار معاه، لان الموضوع ده سوبر كريتيكال بتاع الامبلانت ان انت تعمل كومبليتلي باسيف. يعني ايه كومبليتلي باسيف ريستوريشن؟ يعني زيرو ستريس على الامبلانت، لان انت محتاج مش بس تعمل سكسسفول ريستوريشن، عايز البروجنوزس بتاع الامبلانت ده وزاوت فيلير. انت مش بتعمل جراحه للعيان وتقنعه انه يكلف وفي النهايه علشان تقول له بمنتهى البساطه معلش انا وانا بعمل لك التركيبه اللي فوق الامبلانس، الامبلانس دول حصل لهم مشكله وفليرهم واحنا محتاجين نعيد الموضوع من اول جديد، بتكلفه في الغالب بتكون اكبر ووقت اكتر. الكلام ده طبعا مش مقبول للعيان، لانك بتقدم سيرفيس المفترض انها تكون موضع. طيب زي ما احنا شايفين كده مثال في الاوبن تري مالتيبل اوبننجز. التري زي ما احنا شايفين اها بنفتح الستوك تري في فتحات مقابل ثم نقفلها بالواكس علشان واحنا بناخد الامبريشن. زي ما انت شايف كده الامبريشن كوبنجز برزت من وسط الواكس، الامبريشن الفاينل طلع فيه كوبنجز بعد ما فكناها، تقدر بعد كده تركب فيها الامبلانت انالوجز وتكمل شغلك. في نوع تاني انا كنت شفته لما كنت في امريكا، ان هم كانوا بيجيبوا ستوك تري بيسموها مالتي بوربس ستوك تري، او اقدر استخدمها اكتر من مره لانها بتتعقم لانها ستانلس ستيل، واقدر افكها بحاجه كده زي ما عندنا في رينش معين ليها
بتتفتح في المكان اللي انا عايز اخد فيها او استخدمها كاوبن تري فيها. لو متاحه تقدر تستخدمها، لو مش متاحه تقدر تعمل الكلام ده مع الستوك تري العاديه فور سنجل يوز او مع السبيشال تري برضو الاكريليك فور سنجل يوز. زي ما احنا شايفين كده يستحسن لو انت في مالتيبل ابارتمنتس ان انت لو انت هتشتغل بسبيشال تري خد الاول خصوصا حالات الكومبليت اورال ريهابيليتيشن او التوتال اورال ريهابيليتيشن او عمليه استعاده الفك بالكامل. يعني لما نكون هنعمل فول ارش ريستوريشن خد الفاينل امبريشن بتاعك بباتي او ميديم في بعض الاحيان بس يكون هارد شويه طف شويه. خد الفاينل امبريشن واسع اعمل جنرال ريليف ثم ابدا احقن لايت بودي حوالين الابارتمنت وخد اوفر كول والامبريشن كوبنت في مكانها. اوكي نقدر كده نكمل. في بقى تقابلنا بعض المشاكل اللي ممكن تهم الناس البروفيشنال، انك تقابل حالات فيها مش بس مالتيبل امبلانت، لا ده يكونوا مالتيبل والالاينمنت بتاعهم يكون في مالتيبل انجليشنز. شايف المنظر اللي قدامك ده؟ المنظر ده ممكن يجي من دكتور عمل امبلانت في دايركشنز غلط، وممكن يجي نتيجه انك الاماونت اوف بون اللي تقدر تحط فيها امبلانت او نتيجه ان انت بروكسيميتي للفايتال ستراكشرز انت طلعتها مالتيبل دايركشنز. مالتيبل دايركشنز وهم مالتيبل امبلانتس ده معناه دخلت في صعوبتين. خلي بالك احنا كنا بنعمل الكولوستري للحالات البسيطه واحده او اثنين وكانوا الريستوريشن بتاعهم سنجل كراونز، لكن الاوبن تري عملناها فور مور ذان وان امبلانت. طيب لو انت عندك مور ذان وان امبلانت ومتوزعين في الارش وكمان بينهم انجليشن، ازاي تقدر تعمل عمليه نقل بامبريشن غير ما تتوقع حدوث مشاكل؟ هنا يجب انك تدور على بديل يحسن لك من اداء الاوبن تري امبريشن. نيجي هنا للجزء اللي ممكن يستفيد فيه الناس اللي شويه قدام في الامبلانتيشن، وهو المالتيبل امبلانت اوبن تري امبريشن وذ جيك. ايه حكايه الجيك ده بقى؟ عايزين نفهم. ده اسمه فيريفيكيشن جيك. الجيك ده شغلته انه يعمل بيرفكت او اولموست بيرفكت امبريشن في المالتيبل والمال الايند امبلانتس. ايه الحكايه وهتعمله ازاي؟ بمنتهى البساطه هتشتغل عادي جدا شغلك اوبن تري امبريشن زي ما انت شايف في الصوره اللي على اليمين فوق. اوبن تري موصوله بقى فتحات متكرره، المهم ان انت خدت الامبريشن وصبيته زي ما انت شايفه تحت كده، وهتبدا تعلق الامبلانت انالوجز في الامبريشن انالوجز زي ما انت شايف كده في الصوره اللي فوق على اليمين، تربطها في مكانها وتبدا توصل باكريليك ريزن احنا بنسميه زيرو اكسبانشن اكريليك ريزن سبيشاليزد فور امبريشن جيجز. الجيج ده هتوصل بيه كل الابارتمنتس اللي انت شايفها، ثم بعد ما تكمل التوصيل بالكامل زي ما انت شايف كده اكريليك، يجيب العادي تفكها وتروح على الاورال كافيتي بتاع العيان، وهتبدا تعمل زي ما انت شايف كده تيست بيسموه وان سكرو ات تيست. هو تيست هتربط اخر مسمار في الامبريشن جيج بتاعك اللي هو رابط كل الامبريشن كوبنجز ببعض. اول مسمار في اول امبلانت يليه ثاني مسمار يليه ثالث مسمار لغايه ما طلعت حاجه من اتنين، يا اما المسامير كلها اتربطت بسلاسه زي ما انت شايف كده تتبع السهم بتاعي. لو انتوا شايفين هتلاقي كل المارجنز بتاعت
الامبريشن كوبنج مع الامبلانت كلها انتكت ومقفله او تفاجئ بان هي فتحه والفتحه دي بتزيد كل ما تبعد عن اول امبلانت. وده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك مشكله حقيقيه في الامبريشن الاولاني. ودي حاجه من اتنين، يا اما كلهم يقفلوا مع بعض انت كده زي الفل، انا معاك مبسوط منك جدا، الامبريشن بتاعك طلع رائع، توقع الله نكمل خطوات الريستوريشن. لكن لو انت عملت الوان سكرو تيست لقيته ربط من مكان وبدات فيه فتحه تظهر، يعني بمعنى الصوره الجميله اللي انت شايفها دي هنا موجوده، كله مقفل مفيش اي سبيس، روعه نسقف لك كلنا، انت كده نجحت في الخطوه، ابدا في الريستوريشن بتاعك. لكن لقيت في اي فرق ظهر فيجوالي بعينيك او في الري بصيت لقيت ان في فروقات ظهرت، ايوه نسيت اقول لك انك لازم تعمل فيريفيكيشن اكس راي لو انت عايز تتاكد مليون الميه ان الامبريشن بتاعك كان مظبوط، اتاكد ان الامبريشن كوبينز قاعدين في مكانهم ميتال تو ميتال كونتاكت وزود اني سبيس. بس انا ما حصلش معايا كده والامبريشن جيج طلع لي ان في عندي مشكله، هنحلها بمنتهى البساطه، هنيجي نفصل الاكريليك بتاع الامبريشن جيك، هنقصه لأجزاء وهندخل كل إمبريشن إمبريشن كوبينج في مكانه وينزل بالراحة في مكانه المظبوط ويعمل ميتال تو ميتال كونتاكت وزود أي سبيس ويبدأ في فلوبل كومبوزيت ويكون نوع زيرو إكسبانشن وتيرنج إنترا زي ما احنا شايفين كده. الجيك بعيد عن الميكوزا بحوالي اتليست 2-3 ملي عشان انا هاخد امبريشن والاكريليك جيج ده في مكانه، هعمل انجكشن بلايت بودي تحت الجيج وحوالين كل الامبريشن كوبينجز ثم اخد اوفر اول امبريشن واطلعه. قدامك هنا حل من اتنين، لو كانت المشكله عندك في امبلانت واحد او دايركشن واحد ممكن تروح على الفاينل كاست تفتح له فتحه في الستون وتدخل الجيج في مكانه ثم تعيد الستون في مكانه كده، ودي خطوه انا مش برجحها. الصح ان انت تاخد الامبريشن بالجيج وتصب له كاست تاني جديد تماما، وهنا تتاكد ان بمساعده الجيج كل واحد في دول نزل في المكان المظبوط بتاعه وانت عندك اكوريت امبريشن جو اهيد فور ريستوريشن. ممكن تعمل الموضوع ده تاني فيريفيكيشن عشان تتاكد ان انت صح او لا ممكن، ولكن لو انت عندك الوقت ان انت تعمل واحد فيريفيكيشن جيج وبعدين تعمل فيريفيكيشن تاني فالاسهل ان انت تدخل بالطريقه الدايركت اللي هي على امبلانت امبريشن وجيج مباشره. احنا قلنا في طريقتين، طريقه دايركت وطريقه اندايركت. الطريقه الاندايركت هي اللي اتكلمنا عليها، هي انك تجهز اكريليك جيج على الكاست وبعدين تاخد تنقله انترا اورا وتشوف هل في انترفيرنس ولا لا والوان سكرو تيست ثم تاخد له الامبريشن. لكن في طريقه انترا اورا دايركت اللي هي ايه؟ انك تاخد الامبريشن كوبينجز ثم توصلهم بالاكريليك ثم وهم انترا اورا وانت متاكد ان هم 100% ثم تاخد الفاينل امبريشن بتاعك بطريقه مباشره. هي دي اصلح واصح طريقه والموست اكيرت. ايوه طب ليه ما بتستخدمهاش؟ عشان الطريقه دي بتتضمن ان العيان يفضل معاك فتره طويله وتفضل تحط له اكريليك في بقه والعيان صبور وفتح بقه لفترات طويله. الطريقه الاولى ليس اكوريت بحاجه بسيطه وقت اطول لكن بتريح العيان، والطريقه الثانيه متعبه شويه للعيان لكن هي الموست اكوريت والاقل في الوقت. الاختيار ليك، الاوبشنز كلها معموله عشان مش كل الحالات بتقبل نفس التدخل، مش كل الحالات بيبقى عندها نفس التايمينج، ومش كل الحالات بيبقى طلباتها واحده او تقدر تستحمل لونج سيشنز. زي ما انت شايف كده بعد ما بتاخد الامبريشن لو بالطريقه الاندايركت تعمل اكريليك زي ما انت شايف في الصوره دي، وبعد ما تعمله كده تبدا تقسمه وترقمهم عشان ما تتلخبطش ثم تحطهم انترا كل واحده في رقمها ثم توصلهم في فلوبل كومبوزيت انترا اورال، ولما تقوم بالفلوبل كومبوزيت انترا اورال هتاخد الفاينل امبريشن بتاعك بطريقه مباشره.
في طريقة تانية هي أن نوصلهم ببعض بقى، دي طريقة برضو الاندايركت زي ما انت شايف كده خلاص. في طريقة بقى هي الدايركت تمام، هنا متوصلين برضو وبعدين هنربطهم في مكانهم بالكيس نمبر 2. كنت عايز اوريكم جميلة قوي، دي حالة معمولة بالكات كام بس وقتنا كده. الحالة دي حالة من إمبلانتس مالتي دايركشن زي ما احنا شايفين، بنربطهم فلوبل كومبوزيت، احيانا بنستخدم بعض رينفورسمنت ماتيريال زي كده ايه، زي خيوط وزي حاجات موجودة في الماركت، بنستخدم رينفورسمنت عشان نتأكد ان الفلوبل كومبوزيت او احيانا سيمنت الريزن سيمنت بيمسك فيها. بس مش كل انواع الريزن سيمنت بتنفع، لان الحاجات اللي فيها اكسبانشن او كونتراكشن ممكن تعمل ستريس وانت بتنقل، فخلي بالك مش كل الانواع تنفع في الجيك. حاله من الحالات اللي ما ينفعش فيها ناخد امبريشن باي حاجه فيها ستريس، الراجل ده كان عنده كانسر قلنا فيه تقريبا عامل هيمن من دبلكتومي وثم الشرايح زي ما احنا شايفين، ثم الراجل ده was presented for restoration ده في هيوستن تكساس. ما ينفعش يبقى فيها ستريس، ولا ينفع تحط امبلانتس في كل الاورال كافيتي، وبالتالي انت ليميتد مكان معين هتحط فيه امبلانتس وزيرو ستريس انت يجب ان تحرص عليه، لان الحاله دي مش هينفع فيها لا فيلير ولا ينفع فيها اي مشكله. زي ما احنا شايفين الامبلانت انالوجز امبريشن انالوجز هي كونكتد ويز اكريليك جيج لايت تيو زي ما احنا شايفين زيرو اكسبانشن ريزن، ثم بعد كده بنعمل الفاينل امبريشن بتاعنا وده الفاينل كاست عليه الحاجات بالفيريفيكيشن جيج اللي احنا عملنا بيه الامبريشن، وبناء عليه انت اصبحت جاهز عشان تعمل كل حاجه. عملت انت اندكس، حطيت السنان في المكان المناسب، استخدمت فيها حاجه اسمها نيوترال زون علشان تبقى زيرو ستريس على الريستوريشن، وبالتالي اتنقل لود اقل للامبلانس اللي تحت، عشان في الغالب الامبلانس دي شغلتها ديتنشن ومينيمم ستابيليتي، لان هو ما عندوش حاجه تقريبا اون ذا ليفت سايد اوف ذا بيشنت، كله عباره عن بون متشال وكونكتد بمتر. زي ما احنا شايفين ده الفاينل ريستوريشن لور الابر هو عامل كومبليت دينشر، دي حاله من الحالات الانترستنج. وتشيك الاوكلوجن، لان الاوكلوجن ده كي فاكتور من السكسس بتاع نجاح الريستوريشن في الحالات اللي زي دي، وده البيشنت في الفاينل او الاند ريزلت بتاعته والريستوريشن في مكانها، وهي لها الميتال او الشاسيه المعدن المحطوط. وانا كده خلصت المحاضره، واتمنى ان اكون تفيد بعض الناس. طبعا عن اي مشاكل حصلت تكنيكال واتعشى من نيه باذن الله تكون بعد كده يتم التدرج. انا شكرا ليكم وفي انتظار اي اسئله لو في حد عنده سؤال يتفضل. الشات الجماعي حضرتك تفتح شات دلوقتي او يبعت الهوست. بابا الشات اوكي، انتوا سامعين كلكم، لو في حد عنده اي سؤال، لو الامور طيبه يبقى في حد عنده اي سؤال او تعليق. طب في حد بزياده معينه نبقى نجهزها في سيشن ثانيه؟ في حد بيقول ساوند سيستم نيدز تو بي امبروفد. اوكي، ده تعليق كويس، التكنيكال سبورت يظبطوا الساوند سيستم بعد كده. المحاضره دي بتتسجل، المحاضرات اللي جايه باذن الله تتسجل، ودي احنا بنحاول نتفادى اي تكنيكال ديفيكولتيز
نتيجه ان احنا بنشتغل لاول مره من الدلتا كويبينار، وباذن الله حتى لو المحاضره دي ما اتسجلتش نقدر ان احنا نعمل سيشن ثانيه فيها نفس الكونتنت لو تحبهم. انا تحت امركم في اي وقت واقدر اجهز لكم اي محتوى تحبوا. انا متشكر لكم جدا وسعيد ان انا كنت معاكم، والف شكر ليكم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا دكتور ايهاب. شكرا دكتور ايهاب. ان شاء الله المحاضره مسجله واحنا معانا التسجيل دلوقتي وكل حاجه تمام وتجربه مثمره جدا الحمد لله، وان شاء الله بنعلن عن محاضره تانية يوم الخميس اللي جاي هتبقى او احنا في البيت ان شاء الله. دكتوره هاله هزاع هتعملها. نتمنى ان كل اللي حضروا يكونوا معانا في المحاضره الجايه، هنعلن عنها قريب جدا وهننزل اللينك بتاعها، ويا ريت يعرفوا زمايلهم ويعرفوا اي حد له علاقه بطب الاسنان علشان نستفيد اكتر وعشان نجرب الويبكس بشكل اقوى، وان شاء الله يبقى مؤتمر ناجح بيكم بامر الله. قادر اتكلم. حد يا جماعه عنده اي تعليق؟ حد عنده اي تعليق او اي مشكله اخرى عشان نتفاداها في المرات القادمه ان شاء الله؟ اللي عنده اي تعليق يقول، يعني لسه لا ده لسه سيشن الثانيه هنعملها. تمام، حضرتك تقدر تقول له في ثانيه وفي ليكتشرز ثانيه بتشرح الفرق في الشغل ما بين ده وده بعد الامبريشن. ده هنوجد له حاجات، وخصوصا ان في جزء منه هيبقى في المؤتمر على الجزء الخاص بالكات كام، الجزء اللي بيتغطي ده عشان يطلعك فيري بريسايز. ليها سيشنز ثانيه باذن الله تحت امركم. تمام الدكتور بنا. جاية نعلي الكواليتي بتاع الصوت. هل في اي تعليق اخر غير الصوت ومحاضرة بعد الامبريشن للسادة الدكاترة ممكن يقولوا اللي هم حابينه؟ يعني الحب حتى يتكلم صوت ممكن يبعت للادمن او للهوست، هو هيفتح من عليه المايك، بس عشان بس يبقى الموضوع منظم شويه في الفترات الجايه كمان يا جماعه، التواصل يبقى مع الهوست اثناء السيشن. تمام، احنا قدامنا بالظبط دقيقتين ويتقفل الهوست كله. لو في اي حاجه اوكي ثانك فور اتس فيرتشوال فلكشن. في اي حاجه مع اي تعليق اخر؟ احنا بالظبط دي اخر الهوست. الى اللقاء طبعا في هوست اخر باذن الله في محاضره، انما بقى الشغل اللي هو التقيل يعني اللي هو الدكاتره والمحاضره المؤتمر نفسه هيكون في ايام المؤتمر خمس من الشهر ده باذن الله من شهر سبتمبر، لكن دي كلها محاضرات استعداد يعني.
تمام، احنا كنا سعداء اكتر بوجودكم معانا، وان شاء الله اللي تتكرر في المرات الجايه، واحنا يعني احنا بنعمل كل ده علشان ايه؟ تجهيز للفتره الجايه باذن الله، بحيث ان يعني نحسن من الاداء.